فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق بيعتبر واحد من أبرز الشخصيات الدينية في تاريخ مصر المعاصر، كان رمز للوسطية والاعتدال، ولد في 28 أكتوبر 1928 وكرس حياته في خدمة الإسلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش. طبعا ده كان التعايش السلمي ما بين الأديان، وتقلد مناصب كتيرة منها مفتي جمهورية مصر العربية، وكان له دور محوري في مواجهة التطرف ونشر الوعي الديني المعتدل. تمر اليوم ذكرى ميلاد الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف السابق، الذي تقلد العديد من المناصب القيادية في الأزهر، كما عين مفتياً للديار المصرية في 28 من أكتوبر عام 1986، حتى تم تعيينه شيخاً للأزهر في 27 من مارس عام 1996، وكان رمزاً للفكر الإسلامي الوسطي المعتدل. ولد الشيخ محمد سيد طنطاوي في 28 من أكتوبر عام 1928 بقرية سليم الشرقية التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج. حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، وألقى أول خطبة جمعة له وهو في الصف الأول الثانوي، حينما توفي إمام وخطيب المسجد في المنطقة التي كان يسكن بها بعد انتقاله إلى الإسكندرية. تخرج الدكتور سيد طنطاوي في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إماماً وخطيباً في وزارة الأوقاف عام 1960. بعد حصوله على درجة الدكتوراه عين مدرساً في كلية أصول الدين عام 1968، وتدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات. تجارب الحياة علمتنا أن ما يختاره الله لنا أفضل مما نختاره لمين؟ لأنفسنا. انتقل إلى السعودية للعمل رئيساً لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. في أكتوبر 1986 عين محمد سيد طنطاوي مفتياً للديار المصرية، وفي 27 من مارس عام 1996 تم تعيينه شيخاً للأزهر الشريف خلفاً للشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ليصبح الشيخ الطنطاوي الإمام 49 للأزهر. أصدر محمد سيد طنطاوي العديد من المؤلفات، من أبرزها التفسير الوسيط للقرآن الكريم في 15 مجلداً، والقصة في القرآن الكريم في مجلدين. كما خصص عدداً من مؤلفاته للمرأة، مثل المرأة في الإسلام وكلمة عن تنظيم الأسرة. وفي مجال الأحكام الشرعية ألف الاجتهاد في الأحكام الشرعية ومعاملات البنوك وأحكامها الشرعية، وكذلك فتاوى شرعية. أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن السلبية لا تليق بالمؤمن، وإنما الذي يليق بالمؤمن هو الإيجابية. توفي الشيخ محمد سيد طنطاوي في 10 مارس عام 2010 عن عمر ناهز 81 عاماً، إثر نوبة قلبية تعرض لها أثناء حضوره إحدى الفعاليات الدينية في السعودية، حيث أقيمت عليه صلاة الجنازة في المسجد النبوي الشريف ودفن في مقابر البقيع.